السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع محاضرتنا لليوم في سيكشن 6.4 Annual Worth of a Permanent Investment. في المحاضرة الماضية بلشنا بشابتر 6 وخلصنا أول 3 سيكشنز منه. اليوم إن شاء الله بنتابع في شابتر 6. فعليا ضل 2 سيكشنز 6.4 6.5 غالبا اليوم راح ننهيهم ان شاء الله. 6.4 ما فيه افكار اضافيه كثير، فهو احنا فعليا راح نشوف مثال ونحله بناء عليه، لكن سيكشن 6.5 شوي كومبليكيتد، فبدنا يعني نحكي بديتيلز بتخصه إن شاء الله. بالنسبة لسيكشن 6.4 من العنوان بخصوص الحضور والغياب، في زميلتنا بتسأل إنه سمعت إنه وصل كتاب ما نأخذ حضور وغياب. نعم، في كتاب إنه ما نأخذ حضور وغياب، لكن بنفس الوقت الجامعة بتطلب مننا تقارير بعد كل محاضرة بالحضور والغياب. قد لا يكون الهدف الحرمان، لكن بدهم تقارير دورية بالناس اللي بيحضروا، فعلشان هيك أنا باخذ حضور وغياب. فضلاً عن يعني البوليس اللي مبلشين فيها إحنا من بداية الفصل، إنه أنا بالنسبة لي بعطي مثلاً علامات زيادة على اللي ما عنده ولا غياب وكذا، هذا الشيء راح يدخل بالتقييم برضه الحضور والغياب بالنسبة للأونلاين lectures. يلخص أفكار chapter 6 يعني، ولا المادة، ولا أي جزء؟ لا هيك صعب. 4 و5 و6 ممكن هاي الخطوة تصير، يعني بفرد لها محاضرة لحالها، أما يعني قبل ما نبدأ نحكي هيك على السريع ما أظنش الأمر بهاي البساطة. يا ريت إنه يعني اليوم الأربعاء حاولوا اطلعوا أنتوا على شابتر 4 و5 و6 نهاية الأسبوع. وللعلم أنا بفكر إني أعمل امتحان أو كويز أونلاين، ممكن يكون الأسبوع الجاي، ممكن أشتغل عليه نهاية الأسبوع أشوف كيف ممكن أطبق هيك شيء. فيفضل نهاية الأسبوع تحاولوا تدرسوا شابتر 4 و5 و6، كونه إن شاء الله مع نهاية محاضرة اليوم راح نخلصهم، وبنشوف كيف ممكن نرتب الأمور بحيث إنه نرجع يعني نعمل عليهم ريفريشمنت. بس هذا بده تفاعل كبير جدا منكم، يعني المحاضرة اللي راح نحددها للريفريشمنت، طبعاً أنتم بتتابعوا معي على جروب الفيسبوك، راح نحط إعلانات إنه إذا قررنا نعمل محاضرة ريفريشمنت ضروري جداً بدي الكل يكون درس هاي الثري تشابترز، حدد أسئلته، حدد المواضيع اللي فيها مشاكل، حدد السكشنز السب سكشنز اللي فيها مشاكل، الأمثلة اللي عليها مشكلة، المثال مش عارف كيف نحل، إذا في أسئلة من البروبلمز بهاي الشابترز كيف حلها، كيف نظامها، كيف يعني أي إشي بخصها، يعني الماتيريال اللي بتخص هاي المحاضرة المفروض أنتوا اللي تعدوها وأنتوا اللي تجهزوها. ممكن نعمل فكرة إنه يعني إما بنحط بوست على الجروب أو كل واحد بيقدر ينشر على الجروب إنه شو المواضيع اللي في عنده مشاكل فيها، وأنا بجمعهم وبنطرحهم في محاضرة واحدة، لكن بدها تكون طبعا انتر اكتف، في لكم دور كبير فيها لازم يكون، يعني ضروري لهيك محاضرة بدنا الكل يحضر ويدرس المادة اللي هي الثري تشابترز 4 و5 و6 ما بعد مادة الفيرست، وخصوصا إذا تم يعني تحديد إني نويت أعمل امتحان. طبعا بغض النظر قديش راح يدخل منه علامة بالتقييم الفعلي، قديش النسبة، لأنه فعليا إحنا الجامعة لسه ما حددوا لنا أي خطة بخصوص تقييم امتحان السكند والفاينل، واللي معلومات اللي عندنا لحد الآن إنه التقييم لامتحانات السكند والفاينل متأجل لبين إن شاء الله ما تنتهي هاي الفترة، نرجع على الجامعة
ويتم يعني عقدها بشكل طبيعي في القاعات. لكن تحسبا أنا مفكر أني أجهز امتحان وأعمله أونلاين، ويعني يكون عندي تقييم مبدئي بحيث لو لا سمح الله لو الأمور استمرت واضطرينا نقيم عن بعد نقدر يعني يكون في عندنا يعني تقييم مبدئي نقدر نعتمده. فقديش راح يعتمد علامات من الامتحان اللي راح يصير عن بعد ما بعرف مبدئيا، لكن مبدئيا أنا مفكر أني أعمل هذا الامتحان تمهيدا لأي شيء ممكن يحصل أو نحتاجه. هلا بالنسبة للامتحان راح يكون الأسبوع الجاي إما الاثنين أو الأربعاء، بس كونه زميلكم طلب محاضرة ريفريشمنت للشابترز 4 و5 و6 فأظن راح يكون يوم الاثنين القادم المحاضرة هاي الريفريشمنت، للي عنده أي سؤال أي استفسار يكون مجهز لي أسئلة. والأربعاء بنكون يعني هلا الامتحان الأونلاين مش راح يكون ضمن محاضرة بهذا الشكل، يعني يمكن أستخدم الجوجل فورمز وأعمل ملتيبل تشويس الامتحان وأحدد بوقت زمان معين وأطلب من الطالب يدخل اسمه وبعطيكوا يوم كل واحد بيدخل خلال هذا اليوم بالوقت اللي بناسبه بيدخل على هالامتحان بجاوب هالأسئلة وبطلع. فممكن يكون الثلاثة، ممكن يكون الثلاثة القادم. مبدئيا احنا راح نجهز علامة له وممكن اعتبرها مبدئيا للسكند، لكن اذا صار على خير وانتهت الحظر بدري ورجعنا داومنا بالجامعات لا راح نعمل امتحان بالجامعة بالقاعات. لكن اذا لا سمح الله استمرت هاي الفترة وطولت واضطرنا نعمل تقييم اونلاين راح اعتمد العلامة اللي تم يعني الحصول عليها من هذا الامتحان. خلينا نبدأ بمحاضرتنا إن شاء الله. زميلتكم تطلب إنه كل المادة تكون موجودة على جروب الفيسبوك. بالنسبة للمحاضرات اللي عملناها أونلاين على الزوم، أول محاضرة كان في شوية مشاكل اضطريت أحذفها وما رفعتها على الجروب أو على قناة اليوتيوب، لكن باقي المحاضرات موجودة كفيديو لأنه تم تسجيل باقي المحاضرات كاملة فيديو ورفعت على قناة اليوتيوب وموجودة. وأنا طلبت منكم أن تعملوا اشتراك على هاي القناة بحيث تظلوا تتابعوا المحاضرات اللي بتنزل أول بأول. وبالنسبة للمادة كنوتس الملخص الخاص بالمادة برضو أنا رافع على الجروب لنهاية شابتر 6 موجود على الجروب، بالإضافة للكتاب اللي هو المصدر الأساسي للمادة موجود على الجروب، بالإضافة للمانيوال سوليوشن موجود على الجروب، بالإضافة للامتحان السكند والفاينل مع السوليوشنز موجودين على الجروب. يعني كل الماتيريال اللي أنت ممكن تحتاجها لهاي المادة موجودة على الجروب. ولو في شيء يعني أنت شيكته ووجدت أنه في شيء مش موجود يعني اكتبوا بوست على الجروب انه في شغلة مش موجودة او كذا عشان اتأكد وارفعها انا، بس على حد علمي انه كل اشي موجود على الجروب. بالتوفيق ان شاء الله نبدأ محاضرتنا. الله يعافيكم الجميع ان شاء الله. الانيوال وورث اناليسز في حال البيرمننت انفستمنت، هذا الشيء احنا غطيناه فعليا بالكابيتالايزد كوست بالسي سي قبل هيك. انتبهوا المايك يفتح من عند حدا، انا مخلي معطيكم الصلاحيه انك تفتح المايك من عندك لو بدك تحكي، لكن يبدو البعض بيفتحوا بالخطا. بشوف اني يعني من عندي يكون السماحيه افضل ما يفتح بالخطا. فاللي بده يحكي بيقدر يعمل ريز هاند او بيقدر يكتب بالشات بوكس وبرضه بقدر اجاوبه زي ما جاوبت قبل شوي. اوكي، بالنسبه للبيرمننت انفستمنت اذا بتلاحظوا بمحاضرات سابقة غطينا هذا الجزئية ضمن مسمى capitalized cost CC لما كنا نحسبها اللي هي نفسها حكينا present worth، لكن بنقدر نحسبها إذا كان عندي permanent investment. بنفس الفكرة حكينا القانون CC equals
A over I. القانون كان CC equals A over I. نفس القانون هذا لو بدنا نستخدمه بحيث نحسب الـ A بنطلع بهذا القانون. A equals BI which equals CC times I. نفسها. إذن هو نفس القانون بس إحنا بدنا نحسب A باستخدام الـ P الـ present worth أو الـ CC capitalized cost. ما أظن في شرح يعني على هذا الموضوع لأنه غطيناه إحنا فعلياً، فمباشرة بدنا ندخل على example 6.5. The U.S. Bureau of Reclamation is considering three proposals for increasing the capacity of the main drainage canal in an agricultural region of Nebraska. في مكتب خاص بإعادة استصلاح الأراضي الزراعية عنده 3 proposals، 3 مقترحات لعملية صيانة واستصلاح لبعض الأماكن لبعض قنوات الري الموجودة بالمنطقة الزراعية اللي اسمها نبراسكا. Proposal A requires dredging the canal to remove sediment and weeds that have accumulated during previous years operation. Proposal A فكرته بحكي لك بدنا نجيب أدوات حفر ونحفر القنوات الموجودة من جديد ونشيل البواقي الأتربة الأخشاب الشيء اللي سكر هاي القنوات من عمليات الري السابقة في السنوات السابقة. The capacity of the canal will have to be maintained in the future near its design peak flow because of increased water demand. ورح ينضل ينعمل لها صيانة دورية في المستقبل. The Bureau is planning to purchase the dredging equipment and accessories for $650,000. إذن هذا المكتب برضو بيخطط إنه يشتري معدات الحفر والأكسسوارز أي إضافات تابعة لهاي المعدات بمبلغ 650,000. The equipment is expected to have a 10-year life with a $17,000 salvage value. إذن الـ life, الـ expected life لهاي الـ equipment للمعدات هاي اللي بدنا نشتريها متوقع أنها تستخدم لغاية 10 سنوات. وبعد العشر سنوات نقدر نبيع هاي المعدات as a salvage value بمبلغ $17,000. The annual operating costs are estimated to total $50,000. إذن الـ annual operating cost المتوقع لـ proposal A هي $50,000. To control weeds in the canal itself and along the banks, environmentally safe herbicides will be sprayed during the irrigation season. طبعا العمليات الصيانة هاي أو العمليات التشغيلية مرتبطة إنه رح يرجع يتجمع عندي أخشاب بهاي القنوات، بدنا نرجع نشيلها أول بأول ونشوف مصادر المي ونتابعها، نشوف الأعشاب الجافة ونرشها وننظفها، عملية الصيانة كاملة للأرض يعني. بعد هيك في عندي كمان The yearly cost of the weed control program is expected to be $120,000. برضو في تكلفة إضافية مرتبطة بالتحكم بالأخشاب. يا جماعة الفيديو يا محمد كاميرا الفيديو فاتحة عندك تقدر تسكرها. اوكي خلينا نتابع.
The yearly cost of the weed control program is expected to be $120,000. إذن في تكلفة سنوية إضافية. ليش سنوية؟ لأنه كتب لي هون the yearly cost. طبعاً هاي بالإضافة للخمسين ألف اللي موجودة هون. في عندي كمان 120,000. طيب خلينا نشوف بروبوزل بي. شوف فيه أشياء. بروبوزل بي is to line the canal with concrete at an initial cost of $4 million. لاحظوا إنه بروبوزل بي بيحكي لك بدنا نبني قناة جديدة أو عفوا نفس القناة بدنا نصبها كونكريت سمنت بتكلفة أولية مقدارها $4 million. The lining is assumed to be permanent. إذا هاي العملية بتفترض إنه بروبوزل بي إذا طبقناه فاللايف الخاصة ببروبوزل بي unlimited, permanent. But minor maintenance will be required every year at a cost of $5,000. لاحظوا أيضا إنه في عندي تكلفة صيانة متوقعة تكون سنوية $5,000. In addition, lining repairs will have to be made every 5 years at a cost of $30,000. وبرضه ممكن أحتاج كل 5 سنوات أعمل شوية إصلاحات للخطوط هاي بمبلغ مقداره $30,000. طيب بالنسبة لبروبوزل سي is to construct a new pipeline along a different route. إذن فعلياً بدهم يمدوا بالبروبوزل سي بدنا نمد قنوات ري جديدة لهاي المزارع. Estimates are an initial cost of $6 million. إذن الانيشيال كوست الخاص ببروبوزل سي متوقع يكون $6 million. Annual maintenance of $3,000 for right of away and a life of 50 years. ومتوقع يكون عمر هذا المشروع 50 سنة. Compare the alternatives on the basis of annual worth using an interest rate of 5% per year. طبعا مع نهاية السؤال بتخيل الغالبية نسيوا شو كانت بداية السؤال. لذلك أنا عملت ملخص للمعطيات الموجودة بهذا السؤال بحيث نرجع نشيك عليهم كاملين. إذا بنشوف بروبوزل A إيش المعلومات الخاصة فيه وبروبوزل B وبروبوزل C. بالنسبة لبروبوزل A purchase the equipment for $650,000. إذا الانيشيال كوست بالنسبة لبروبوزل A $650,000 واللايف حكالك هي 10 years وحكالك في عندي سلفيج فاليو بنهاية ال 10 years مقدارها $17,000 والانيوال كوست هي $50,000 انيوال يعني سنويا. And another yearly cost في كمان تكاليف إضافية سنوية مقدارها 120,000. إذن فعليا أنا عندي هون الانيشيال كوست at time zero 650,000 السلفيج فاليو بوزيتيف 17,000 عند السنة العاشرة وعندي annual cost الخمسين والمية وعشرين يعني 170 فعليا هي عبارة عن A value ككوست تندفع بشكل سنوي على طول العشر سنوات. هاي المعلومات اللي خاصة ببروبوزل A. طيب بالنسبة لبروبوزل B الانيشيال كوست is $4 million. اذا فعليا انا عندي مبلغ $4 million at time zero كانيشيال كوست. ايضا عندي البيرمننت بروجكتس. هاي نقطه مهمه عشان نعرف اي قانون نستخدم لانه فعليا لما بدي احسب A من بيرمننت بروجكت بتختلف عن حساب A من
definite time أو limited life اللي هي مثل بروبوزل A 10 سنوات. AMC الانيوال مينتيننس كوست متوقع تكون $5,000 بالنسبة لبروبوزل B، وبرضو في عنده كل 5 سنوات تكاليف إصلاح مقدارها $30,000. إذا بالنسبة لبروبوزل B أنا عندي 4 مليون كإنيشيال كوست بيرمننت بروجكت، في عندي أنيوال كوست مقداره 5,000، وفي عندي 30,000 كل 5 سنوات هي تكاليف إعادة إصلاح للأشياء اللي ممكن يعني تكون صارت بدها إعادة إصلاح أو صيانة. لاحظوا نقطة هون بخصوص 30,000 اللي كل 5 سنوات، إحنا بنحكي عن دفعة متكررة كل 5 سنوات راح تتكرر مرة واحدة. طيب أول تكرار إلها متى راح يكون؟ لو نتخيلنا بدنا نرسم الكاش فلو، راح نحط التايم زيرو 4 مليون، وراح نحط أنيولي 5,000، وفي عندي 30,000. هي فعلياً أول مرة أول ظهور إلها راح يكون عند السنة الخامسة، مش راح تبدأ التايم ناو. ليش؟ لأنه لسه إحنا يعني المشروع جديد والقنوات لسه مشغول جديد، فما لحقت بدها صيانة، فهي راح تمشي 5 سنوات وتشتغل هاي القنوات 5 سنوات، بعد هيك راح أحتاج إني أعمل لها صيانة. فهي فعلياً 30,000 راح تظهر عند السنة الخامسة، عند السنة العاشرة، عند السنة الخمستاعش، إتسترا على طول لقدام. طيب نشوف بالنسبة لبروبوزل سي. البروبوزل سي بيقول لك في عندي إنيشيال كوست مقداره $6,000,000، في عندي أنيوال مينتيننس كوست مقداره $3,000، وفي عندي اللايف المتوقعة لهذا البروبوزل هي 50 سنة. المطلوب أقارن بين الثري بروبوزلز، وزي ما أنتم ملاحظين كل الالترناتيفز هما كوست بيزد الترناتيفز، هما يعني أنواع مطلوب فيها إيش؟ دفع كوست. ففعلياً أفضل alternative راح يكون اللي أقل كوست. مطلوب مني أحسب الـ AW إلهم بالاعتماد على interest rate 5% per year. طيب نبدأ ببروبوزل A. لاحظوا القاعدة الرئيسية اللي احنا بنعتمد عليها لحساب الـ A بالـ AW analysis. احنا تعلمنا انه في عندي الكابيتال ريكفري بلس الاي. طيب الان بالنسبه للكابيتال ريكفري احنا بنعرف كويس انها عباره عن البريزنت مضروبه في اي جيفن بي فاكتور باستخدام الاي اللي هي 5%، وان اللي هي 10 سنوات بالنسبه للبروبوزل A. بضيف عليها مين؟ السلفيج فاليو اللي برضه بحتاج اني اضربه في الفاكتور A given F مع I اللي هي 5% وان اللي هي 10 سنوات. طيب هاي المعادله الخاصه بالكابيتال ريكفري موجوده عندنا هون، وعوض فيها القيم الموجوده وطلع الجواب معه الخاص بالسي ار هو عباره عن نيجاتيف 82,824. طيب الان انا في عندي تو انيوال كوست، فعليا هذول بيمثلوا مين؟ بيمثلوا ايه؟ اللي هي عندي نيجاتيف $50,000 ونيجاتيف $120,000. اذا لو جمعنا هاي الثلاث ارقام مع بعض راح احصل مين؟ الـ AW equivalent للبروبوزل A كامل، واللي كانت هذا الرقم $252,824. تمام. اذا احنا فعليا هون حسبنا زميلكم بيحكي لي انه المفروض هون البي تكون سالب. احنا بنستخدم البي
ومحتواها هو بيكون سالب. يعني الرقم جواته أنا بعرف إنه البي مقدارها هي نيجاتيف 650,000، لكن البي كبي أنا بستخدمها. يعني الكابيتال ريكفري هي بتعتمد على بي وبتعتمد على اس، فكقانون المفروض هيك يكون، لكن الفاليوز اللي بعوضها جوا اس وجوا بي، بي بتكون نيجاتيف بحالتنا لانها انيشال كوست، والسلفيج فاليو بتكون بوزيتيف لانها انكم كاش فلو. اذا هون احنا حسبنا البروبوزال اي الانيوال وورث له كم قيمتها، واللي كانت 252,824 دولار. طيب نشوف بروبوزل بي كيف ممكن نحسب له الـ AW. بالنسبة للبروبوزل بي احنا متذكرين انه permanent project. بما انه permanent project اذا فعليا الـ capital recovery اللي هي نفسها ايه هي عبارة عن السي سي ضرب اي، واللي هي نفسها البي ضرب اي. تمام، لاحظوا انه احنا عندنا كان في الانيشيال كوست هي عبارة عن الاربع ملايين دولار اللي موجودة هون، وضربتها في مين؟ في 5% اللي هي اي. يعني احنا فعليا طبقنا هذا القانون لحساب الكابيتال ريكفري. ولاحظوا هون حكى لي انه بيرمننت وما حكى لي عن اي سلفيج فاليو. ففعليا الكابيتال ريكفري هي بتعتمد بس على البريزنت وورث. طيب والجواب كان نيجاتيف 200,000 دولار. الان في عندي انوال مينتيننس كوست، في عندي تكلفه صيانه سنويه جاهزه، هاي سنويه مقدارها نيجاتيف 5000، وفي عندي تكلفة مقدارها 30,000 كل 5 سنوات. فهي فعليا ايش بعمل عليها؟ بحسبها على بيريود واحدة. يعني لما يكون عندي انا كاش فلو دياجرام ابتداء من الصفر لغاية 5، في عندي عند السنة الخامسة المبلغ اللي هو 30,000. هذا المبلغ بدي منه أحسب إيه على كل هاي الفترة على 5 سنوات. القانون اللي بنستخدمه واللي بنعرفه كويس كيف أحسب إيه من F، هو عبارة عن F مضروبة في الفاكتور A given F عفوا. طبعا بدي استخدم I و N اللي هي 5 سنوات. الاف هي 30,000 و A given F factor بنعرف نستخدمه اما من الجداول او عن طريق الاكويجن الخاصة فيها. الاي 5% وفي عندي الان هي 5 سنوات، وكان الجواب اذا 30,000 هي قسمناها على 5 سنوات بالاعتماد على الفاكتور 5,429 دولار. ولما نجمع هاي الارقام مع بعض الـ AW equivalent كاملة لبروبوزل B هي عبارة عن 210,429 دولار. بنفس الطريقة بنحسب لمين؟ بنحسب للبروبوزل C كم الـ AW equivalent لهذا البروبوزل. لاحظوا أنه الـ AW equivalent لبروبوزل C في عندي أول إشي الـ capital recovery، ما في طبعا سلفيج فاليو، انا في عندي انيشيال كوست بس مقداره 6 ملايين دولار على 50 سنه.
وبنستخدم ايش 5% وبنستخدم الفاكتور A given B. هون بنحصل 328,680 دولار. وفي عندي annual maintenance cost جاهزة هي سنويا مقدارها 3000 دولار. لما بنجمع هاي القيمتين المجموع بيكون عندي 331,680 دولار. هاي طبعا بتمثل مين؟ بتمثل الـ AW الخاصة بـ C. الآن مفروض نقارن بين AW لـ A و AW لـ B و AW لـ C. بنشوف انه فعليا الـ Proposal B هو اللي كان أقل AW equivalent. لو نرجع على السلايدات لورا نتأكد من هاي الشغلة. Proposal A كانت 252,824، B 210,429، و C 331,680. طبعا البعض هون ممكن يعني يحكي فكرة أو ينتقد طريقة الحل اللي موجودة هون، بيحكي لي طيب يعني هاي 50 سنة، وإحنا قلنا إذا كانت 40 50 سنة أو أعلى نقدر نستخدم القانون اللي هو عبارة عن A equals B times I. ليش ما استخدمنا هذا القانون؟ فعليا لو استخدمنا هذا القانون وإجينا كتبنا إنها A تساوي نيجاتيف 6 مليونز تايمز اي اللي هي 5%، الجواب فعليا بيطلع 300,000، واللي فعليا ما بيفرق كثير عن الجواب اللي طلع معنا. ففعليا لو استخدمنا هاي او هاي ما في مشكله. وفعليا انت يفضل اذا انا اعطيتك لايف استخدم الفاكتور الخاص فيها، اما اذا حكيت لك انها بيرمننت استخدم العلاقه اللي بيرمننت. اوكي، وبهيك بيكون خلص السكشن 6.4. الان نقدر ننتقل للسكشن اللي بعده. طبعا ما ضل معنا وقت كثير، يمكن اقل من 5 دقائق وتنتهي هاي السكشن. احنا مبدئيا بدنا نبلش بهذا السكشن وبنكمل بالبارت الثاني من المحاضرة. النقاط الرئيسية والأساسية بسكشن 6.5، العنوان بيحكي لك Life Cycle Cost Analysis. إيش المقصود بـ Life Cost أو Life Cycle Cost Analysis utilizes AW or PW methods to evaluate cost estimates for the entire life cycle of one or more projects. انت فعليا انك بدك تستخدم AW او PW بغض النظر لطول عمر البروجكت، ابتداء من لما بلشت تخطط لهذا البروجكت، واي دراسات استقصائية عملتها واي نتائج وصلتها واي تكاليف تم دفعها لذلك، لهي الاستبيانات ولهي الدراسات والاستشارات الهندسية اللي بتعملها، كل التكاليف هاي لازم تدخل بالاناليسز وبدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذا المشروع. Estimates will cover the entire life span. إذا التقييم اللي بدنا نعمله لازم يغطي كل فترة هذا المشروع. From the early conceptual stage. من بداية المفاهيم الأساسية ووضع الخطوط العريضة والنقاط الأساسية للمشروع. حكينا من عند لما تبلش تعمل استبيانات ودراسات استقصائية للمشروع وشو بيلزمك أشياء علشانه. هاي العملية بحد ذاتها فيها كوست. فهذا لازم يدخل ضمن حساباتنا. Through the design and development stage. حتى تصميم البروجكت وتنفيذه وبنائه كل الخطوات هاي لازم تدخل، التكاليف اللي كانت ضمن هاي الخطوات لازم تدخل بحساباتنا. Throughout the operating costs. حتى لما بنشغل هذا البروجكت وبنبلش نشتغل ونطلع برودكت منه. And even the phase out and disposal stages. حتى لما نخلص هذا البروجكت وننهيه ونغلق هذا البروجكت كامل، كل الخطوات هاي بكل تكاليفها بكل تفاصيلها، اذا بنحكي عن life cycle cost analysis كل هاي الارقام والقيم لازم تدخل بحساباتنا
بغض النظر طبعا احنا بنستخدم الـ AW analysis او الـ PW analysis. The direct and indirect costs كله لازم يدخل are included to the extent possible and differences in revenue and savings projections between alternatives are included. Most commonly this LCC analysis include costs and the AW method is used for the analysis especially if only one alternative is evaluated. فعليا إذا بنحكي عن LCC وبنحكي عن cost based غالبا بنستخدم مين؟ AW. لكن إذا بنحكي إنه في expected revenue في فوائد وأرباح وعائد قاعد بيرجع معناها هون بالحالة هاي يفضل أستخدم الـ BW analysis. تمام؟ الـ LCC analysis بشكل عام اللي هي Life Cycle Cost Analysis إذا كانت في مجملها costs يفضل استخدام الـ AW وإذا كان فيها revenue وbenefits يفضل أستخدم الـ BW analysis والثنتين إحنا شرحناهم وفصلنا فيهم بالمحاضرة الخاصة باليوم والمحاضرات السابقة فصلنا كيف أستخدم الـ BW analysis والـ AW analysis وبهيك إن شاء الله بنوقف هاي محاضرتنا وبنعطي استراحة 5 دقائق علشان نفوت على اللينك الثاني ونتابع محاضرتنا يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته